حنا اللجنة الوطنية ديال الأساتذة سد الخصاص كان في اللي معروف تفعيل المذكرة 176 لسنة 2010 تم الالتقاء الأولي بالملفات ثم مقابلة شفوية مع مفتشين مختصين في السلك وفي المادة تم الالتقاء ديالنا ونجحنا والتحقنا بالأقسام. قرينا الموسم الدراسي فينا اللي قرر الموسم الدراسي 2010-2011 وفينا اللي 2009-2010 و2010-2011 كانوا قد وعدونا بالإدماج إلا أنه مؤخرا نفاجأ على أنه أننا مقصيين من المنازع علينا في إطار الخريطة ديال وزارة التربية الوطنية اللي تابعينها لكل النيابات ديال الأقاليم المغربية. درنا تنسيقيات محلية وفي إطار هذه التنسيقيات المحلية اجتمعنا في الرباط درنا تنسيقية وطنية كتشكل لجنة ديالهم 13 عضو من منسق إلى أمين إلى التشكيلة اللي هي معروفة. خذنا معارك نضالية ابتداء من شهر 7 لأن هو نضالات مفتوحة ابتداء من شهر 7 للمطالبة مطلب مشروع وقانوني وهو الإدماج. إلا أننا كلما نزلنا وجلسنا وقفة أمام الوزارة المعنية اللي هي وزارة التربية الوطنية معنية بشكل مباشر بالملف ديالنا كيوجهونا رجال القمع بالعصا وكيطيحوا الأساتذة والأستاذات مغمى عنهم وكاين اللي كيتم الاعتقال ديالو ونقلوا حتى المقاطعات الأمنية ويديروا معاهم في السنطاقات ويطلقوهم وكاين اللي كيطلقوهم في عين المكان. حنا من هنا نجدد المطالبة ديالنا بحقنا في الإدماج كأساتذة وأستاذات حاولنا باش نخدموا معاهم ونجحنا لهم السنة اللي كانت معروفة السنة ديال 2010-2011 أنها كانت تقرب من السنة أنها تكاد أن تكون سنة بيضاء. لذا أجددوا المطالبة للمسؤولين بالإدماج ديالنا الفوري ولا مشروط، الإدماج الفوري ولا مشروط، مع العلم أن كل الأساتذة والأستاذات يتمتعون بكفاءة عالية وروح وطنية من أجل إنقاذ هذا القطاع اللي هو مهدد بالاندثار. وشكرا.